يعني في وضعي ده ان انا اقف على ايدي او اعمل حاجات صعبه، ف ده ما كنتش اتخيله، خصوصا بعد ما جالي التصلب المتعدد، وكنت متخيله ان انا خلاص يعني هبقى في يوم من الايام ممكن اكون قاعده على كرسي. اليوجا فرق كتير في حياتي. انا اصلا خريجه اداب اجتماع، غير ان انا دارسه يوجا ومعايا كمان شهاده لايف كوتش. بالنسبه لمرض التصلب المتعدد، ان انا اتفاجئت ان انا ايديا الشمال ورجليا الشمال في الاول كانوا بداوا ينملوا واحده واحده، التنميل بدا يزيد لدرجه ان انا بدات افقد قدرتي في يعني ايدي ورجلي نفسهم. يعني لقيت نفسي ما بقتش بعرف ازرر زرار، افتح حاجه، اقفل حاجه. نفس الموضوع في رجليا، بقيت امشي بالرجل اليمين وما عنديش القدره ان انا ارفع رجليا الشمال عشان انقلها اصلا. توجهت للدكتور مخ واعصاب، هو شك ساعتها ان انا ممكن يكون عندي التصلب المتعدد، ملوش علاج. فالعلاج اللي بناخده هو كيماوي للمرض ده، المناعه بتاعتنا بتهاجم الاعصاب، فبتمنع ساعتها الاشاره ما بين العصب بتاعنا اللي هو في المخ او النخاع الشوكي للاطراف او بقيه اعضاء الجسم. من كتر الالم اللي كنت بحس فيه لما باخد الحقنه بتاعتي، كان الم صعب جدا، كنت باخد ممكن شريط مسكن كامل. كنت قريت طبعا، عملت سيرش كتير على النت وعرفت ان اليوجا من ضمن العلاج الخاص بالتصلب المتعدد. ليا صديقه سافرت وبقت مدربه يوجا ورجعت، فقالت لي شيماء المنظمه اللي انا واخده معاها الكورس بتاع اليوجا هتدي منحه لاحد المرضى امراض المناعه الذاتيه بقى، سواء تصلب متعدد او اي مرض تاني. فعلا دخلت وبدات ان انا اخد كورس اليوجا. انا قررت ان انا اوقف العلاج ده تماما، وقلت انا مش هاخده. انا وقفت اخر حقنه وفضلت محتفظه بيها لحد النهارده. انا بقالي 4 سنين ما جاتليش اي هجمه. في انواع كتير جدا لليوجا، احدث التقنيات اللي ممكن تفيد بقى حد بجد وتفيد ناس كتير، خصوصا الناس اللي عندها عدم اتزان، الناس اللي هي عندها هشاشه في العظام، هو التشير يوجا. هو بيديكي كل الفوائد بتاعه اليوجا، مش وانتي على مات، لا، وانتي قاعده على كرسي وبتمارسي كل اوضاع اليوجا بنفس الاستفاده، بس من غير ما تكوني معرضه ان انتي تقعي او ان انتي تفقدي الاتزان بتاعك. أنا نفسي يبقى عندي مركز تدريب كبير خاص باليوجا، أنشر اليوجا في مصر كلها.